عشر مقابر جماعية خاصة بضحايا سبايكر في مجمع القصور الرئاسية بمدينة تكريت، إضافة لثلاث مقابر أخرى خارج المجمع، هي الحصيلة الرسمية الأولى لعمليات الحفر التي أعلنت عن اكتشافها وزارة حقوق الإنسان. أما عدد الرفات المستخرجة فقد بلغ 180 رفاتا ضمن شهداء سبايكر وألبو عجيل، لتتوقف أعمال الحفر والتنقيب لحين الانتهاء من عملية فحص الحمض النووي للضحايا. هناك 10 مقابر جماعية في هذا المكان، المجمع الرئاسي، في أماكن مختلفة من هذا المجمع، وكذلك تم استطلاع 3 مقابر أخرى خارج هذا المجمع، وإلى الآن تم استخراج 180 رفات من شهداء سبايكر، 164 خاصة بشهداء سبايكر، و13 من مقبرة ألبو عجيل. الوزارة أعلنت أنها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن عمليات الحفر والتنقيب واستخراج الرفات، وأنها قامت بتوثيق الجرائم والانتهاكات في مسرح الجريمة، فضلا عن وجود منظمات دولية وخبراء مختصين في مجال الحفر والتنقيب وتحليل البصمة الوراثية، قاموا بمساعدة فرق الحفر لدى الوزارة بشكل تطوعي من أجل الوصول إلى هوية الضحايا والتعرف عليهم بشكل أسرع. كانت عروض من قبل جهات دولية أبدت استعدادها للعمل في حالة أنه حجم العمل لا تستوعب فرقنا العاملة في هذا المجال. احنا لحد الان مسيطرين، الفرق الموجوده عندنا والامكانيات الموجوده عندنا قادره على فتح كافه المقابر وتسليمها. المكتب المفوض يسام لحقوق الانسان هنا في بغداد على دعم وتقديم المساعده التقنيه والفنيه لحكومه العراق في هذا المجال. فيما اشارت لجنه حقوق الانسان النيابيه الى تاخر واضح في عمليه التنقيب عن المقابر الجماعيه في تكريت لضحايا سبايكر، معلله الامر بصعوبه المكان، خصوصا ان اغلب المقابر مغطاه بالصخر والحصى. إذا كان العامل هو عامل السرعة وضياع الحقوق فهذا بالتأكيد احنا في لجنة حقوق الإنسان نقف تماما ضد هذا الموضوع. يفترض أن تكون فعلا هذه الجثث تم التحري عنها والتعرف عليها حتى فعلا يعني يأخذ العراق حقه كدولة من خلال تسليط الضوء الدولي الحقوقي وغير الحقوقي، وأيضا يعني ذوي المغدور أو الشهيد يفترض أن تكون لهم حقوق واضحة من خلال هذا التحري الطبي. في هذا الوقت تشير المعطيات إلى وجود مقابر جماعية أخرى في صلاح الدين تضم رفاتا لضحايا سبايكر لا تزال مجهولة حتى الآن، في وقت يأمل فيه أهالي الضحايا أن تتمكن لجان التقصي من الوصول إليها والقبض على الجنات الذين نفذوا تلك المجزرة. محمد فاضل، الحرة، بغداد.